مامبا السوداء هي أفعى شديدة السمية، موطنها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تعرف بحجمها وسرعتها وسمها القاتل، وهي تلهم كل من الرهب والخوف. لا يشتق اسم مامبا السوداء من لون حراشفها، بل من اللون الأسود الداكن لداخل فمها، وهي تظهر هذا اللون المهدد عندما تشعر بالتهديد. يبلغ متوسط طول الأفعى البالغة ما بين 6 إلى 8 أقدام، ويصل طول بعضها إلى 14 قدما. تمتاز بجسمها النحيل الانسيابي المصمم للسرعة وخفة الحركة. رأس مامبا السوداء على شكل تابوت، وهي سمة شائعة في العديد من الثعابين السامة. عيونها كبيرة وداكنة، مما يوفر لها رؤية ممتازة. حراشفها ناعمة ولامعة، مما يضفي عليها مظهرا أنيقا. تشتهر مامبا السوداء بسرعتها، حيث تصل سرعتها إلى 12 ميلا في الساعة. تسمح لها هذه السرعة بمطاردة الفريسة والهروب من المخاطر، وتتمتع بخفة حركة مذهلة بنفس القدر، حيث تتنقل في بيئتها ببراعة ملحوظة، ويرجع ذلك إلى عمودها الفقري المرن وعضلاتها القوية. إن سرعة مامبا السوداء وخفة حركتها تجعلها مفترسا هائلا، فلكماتها السريعة تعطي الفريسة فرصة ضئيلة للهروب. سم مامبا السوداء هو مزيج معقد من السموم العصبية والسموم القلبية. يمكن أن تكون لدغتها قاتلة للإنسان إذا لم تعالج على الفور بمضاد للسم. قطرتان فقط تكفيان لقتل إنسان. تشمل الأعراض طعماً معدنياً في الفم، وعدم وضوح الرؤية، والدوخة، وصعوبة التنفس. يمكن أن يحدث الشلل بسرعة، يلي فشل تنفسي وسكتة قلبية. يعد السم آلية دفاع قوية، فهي تستخدم سمها لإخضاع الفريسة وردع الحيوانات المفترسة. تعيش مامبا السوداء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من السنغال إلى جنوب أفريقيا. تسكن في مناطق السافانا والغابات وسفوح التلال الصخرية والغابات الكثيفة. بفضل قدرتها على التكيف، تزدهر في بيئات متنوعة. مامبا السوداء أرضية، تقضي معظم وقتها على الأرض، غالباً ما توجد في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، وتبحث عن مأوى في تلال النمل الأبيض وشقوق الصخور والجحور المهجورة. يوفر لها ذلك غطاء من الحيوانات المفترسة وفرصة وفيرة للصيد. مامبا السوداء هي صياد نهاري، تنشط خلال النهار. يشمل نظامها الغذائي الثدييات الصغيرة والطيور والسحالي والثعابين الأخرى. بصفتها من الحيوانات المفترسة التي تنصب الكمائن، فإنها تعتمد على التخفي والسرعة. تختبئ في الغطاء النباتي أو بين الصخور، وتضرب بسرعة البرق. يصيب السم الفريسة بالشلل، مما يسمح للأفرع بابتلاعها كاملة. مامبا السوداء كائنات منعزلة إلا خلال موسم التزاوج. تلعب مامبا السوداء دوراً حيوياً في نظامها البيئي. بصفتها من الحيوانات المفترسة العليا، فإنها تساعد في تنظيم أعداد أنواع الفرائس. هذا التوازن ضروري لصحة السافانا الأفريقية والموائل الأخرى. على الرغم من أهميتها، تواجه مامبا السوداء تهديدات مثل فقدان الموائل واضطهاد الإنسان. جهود الحفظ ضرورية لبقائها. تعد توعية الناس بالدور البيئي لمامبا السوداء وتعزيز التفاعلات المسؤولة خطوات أساسية. إن حماية هذا النوع الرائع تضمن استقرار نظامه البيئي.